السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة المدى ونقرأ منها مقالا بعنوان القضية ليست في التمثال للكاتب علي حسين، ومما جاء فيه: يفتخر الأشقاء في مصر بمؤسس القاهرة فيقولون بكل اعتزاز قاهرة المعز ويتغنون بمن بناها. أما في بلاد الرافدين عليك أن تحذر خوفا من أن تتهم بالانتماء إلى البعث أو تصنف إرهابيا عندما تقول إن أبا جعفر المنصور بنى بغداد، وسيقولون لك وماذا فعل المنصور؟ مجرد سور، وينسون أو يتناسون أن بغداد كانت درة العالم في ذلك الزمن. في كل يوم نجد من يخرج علينا ليحذرنا من النظر إلى تمثال أبو جعفر المنصور، لأنه متهم بسرقة أموال الكهرباء والاتفاق مع حسين الشهرستاني على لفلفة عقود النفط. وهناك من يعتقد أن قطع رقبة أبو جعفر المنصور سيضع العراق في مصاف الدول الأكثر تقدماً، فيفوز في سباق التنمية على اليابان ويدحر سنغافورة والإمارات. ولم تجد الدولة من حل لمجابهة هذه الدعوات الطائفية سوى أن تضع في كل مرة حراساً على التمثال، وكان بإمكانها وإمكانياتها الكبيرة أن تعتقل أصحاب الدعوات، لكنها يا سادة الديمقراطية التي يفهمها البعض على أنها إشاعة الخطاب المتطرف وتخوين الآخر. ولم تنتهي حكاية أبو جعفر المنصور حتى وجدنا من يطالب باعتقال أبو حنيفة النعمان ويحذر من خطر اسمه أبو حنيفة، وكيف أن وجوده وسط بغداد يهدد الحياة السعيدة التي تعيشها مدن البصرة وميسان والحلة. وقرأنا سيلا من البيانات والشتائم تطالب بتطهير العراق من كل الذين يتظاهرون لأنهم خطر على مستقبل البلاد، وسعى بعضهم إلى إيهام الناس بأن المشكلة ليست في غياب الأمن ولا في أرتاد الفاسدين الذين يعششون في معظم مؤسسات الدولة. إلى صحيفة العالم الجديد ونقرأ منها مقالا بعنوان السماء حقيبة دراسية في مخيمات النازحين، إذ يقول الكاتب وهو أحد النازحين: في مدرسة المخيم حيث درست ويدرس الآن أخي وأخواتي هناك مساكن حديدية جاهزة وسياج حديدي حول المدرسة لتشبيهها بمؤسسة تعليمية قدر الإمكان، ويوجد أيضا أكثر من 30 طالبا في كل صف وأكثر من دوام واحد في كل مدرسة. المدرسون الذين يتكفلون بتعليم الطلبة أغلبهم غير متخصصين بالمادة التي يدرسونها، وبعضهم تخرج من معهد المحاسبة فيدرس مادة علمية كالأحياء أو الفيزياء. على الرغم من أن العراق هو الأول عالمياً برواتب الحكومة، إلا أن القطاع التعليمي يعاني من نقص في الكوادر التدريسية يصل إلى ما يقارب من 90,000 موظف، بالتزامن مع ارتفاع نسبة التسرب من المدارس تصل إلى 35% في المرحلة الابتدائية و 45% في المرحلة الثانوية. كما يعاني الطلبة من نقص كبير في كتب المناهج التدريسية، فيضطر الطلبة إلى استنساخ الكتب، مما يثقل على كاهل العائلات النازحة المنهمكة بالنجاة من الجوع الذي يتربص بهم، أو استعارتها من طلبة سبق وأن تخرجوا من المدرسة في الصف السادس الإعدادي، المرحلة المصيرية التي تحدد تخصص الطالب واحتمال حصوله على عمل في ظل تفشي البطالة. سيطرة الميليشيات على مناطق عدة تمنع إنشاء مشاريع تجارية، وبالتالي بطالة مؤكدة للبالغين الباحثين عن العمل لإعالة أهلهم، الوضع الذي يدفع برب الأسرة إلى التفكير بلقمة تسد جوع أهله أكثر من تفكيره بالموت والحياة. كما أن قضاء عقد من الزمن في مخيم للنازحين يضعف محاولة إقناع الأطفال بالمستقبل المشرق وضرورة السعي لنيل الأفضل، فنظرة واحدة على سوق العمل في البلاد تكفي لفهم كيفية القبول بالعمل.
ونطالع من صحيفة الطريق الشعبي مقالا بعنوان الثروة السمكية في العراق، تراجع مستمر ولا من حلول. الكاتب عبد الكريم عبد الله بلال قال فيه: تعد الأسماك واحدة من مقومات الأمن الغذائي، وهي من المقومات المستدامة، إلا أنه في العقود الأخيرة حصل تراجع خطير. فمعلوم أن مصادر الثروة السمكية في العراق هي البحار ونهر دجلة والفرات والمسطحات المائية والأهوار والسدود وعمليات الاستزراع التي يقوم بها أصحاب البحيرات المجازة وغير المجازة. وقد أشارت معلومات الأمم المتحدة إلى أن حصة الفرد العراقي لا تتجاوز كيلوغراما ونصف كيلوغرام سنويا، في حين أن الحصة العالمية للفرد هي 6 كيلوغرامات ونصف سنويا، وجاء هذا نتيجة تخلف إنتاج الثروة السمكية في العراق. تلوث مياه الأنهار بسبب مياه الصرف الصحي التي تصب في نهري دجلة والفرات هو نتيجة عدم إقامة مشاريع للصرف الصحي في المحافظات عدا أربيل التي أقيم فيها مشروع بمنحة يابانية بلغت 300 مليون دولار، والبدء ببعض المشاريع لم تستكمل في ديالة وكربلاء. هذا بدوره أدى إلى هلاك ملايين من إصبعيات الأسماك، وكذلك الأسماك في الأهوار والعديد من البحيرات، وأيضاً أدى إلى تدهور الصفات الوراثية فيها، كذلك إلى عدم الاستفادة من مياه العراق الإقليمية البحرية والبالغة حوالي 900 كيلو متر مربع بسبب منع دول الجوار الصيادين العراقيين من الصيد فيها بسبب المشاكل الحدودية، على الرغم من أن الصيادين فيها يبيعون أكثر صيدهم إلى هذه الدول، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 1500 قارب للصيد البحري عن العمل. رافق كل هذا الصيد الجائر واستخدام السموم والقنابل الصوتية والكهرباء بواسطة المولدات الصغيرة التي يحملها الصيادون معهم في عمليات الصيد نتيجة عدم وعيهم، حيث يعتبرونها طريقة الصيد الأسهل والأسرع دون معرفة تأثيراتها على البيئة النهرية وقضائها على كامل الأحياء المائية. إلى صحيفة الأيام الفلسطينية، ونقرأ منها مقالاً بشأن حرب الإبادة في غزة للكاتب رجب أبو سرية، جاء فيه: لا يختلف منطق بايدن أو ما يقوله وهو ما مقتنع به عما يقوله المتطرفون الإسرائيليون اليوم، خصوصاً إزاء دوافع عملية طوفان الأقصى وما تلاها من حرب إبادة يمارسها قادة الحرب الإسرائيليون، وهو يبدو كما لو كان أكثر تشدداً واقتراباً من بنيامين نتنياهو وجناح التطرف العنصري في الحكومة الإسرائيلية. وهنا يضيف الكاتب: الآن وصلت حرب حكومة الحرب الإسرائيلية الحالية للإبادة وصلت ذروتها في اقتحامها رفح، إذ مجرد إصدار الأوامر للمدنيين الفلسطينيين النازحين في رفح بمغادرتها للمرة الثالثة إلى مناطق تفتقر لأسباب الحياة حيث لا منازل ولا بنى تحتية هي جريمة حرب وفق ما قاله موظفو الأمم المتحدة. فعالم اليوم أصبح أكثر وضوحا، فكل شيء يحدث أمام أنظار كل الناس وأسماعهم في كل العالم. حملة الجيش الإسرائيلي في وضح النهار تتحدى العالم بأسره، كذلك لابد من الإشارة إلى أن اقتحام رفح قد جاء بعد أقل من 24 ساعة على موافقة حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، أو صفقة تبادل المحتجزين مع وقف الحرب. تلك الصفقة التي سعى إليها البيت الأبيض بشدة في الوقت الذي كان الجميع على يقين بأن نتنياهو والجناح المتطرف في حكومته ضد التوصل لاتفاق حول الصفقة. إن اجتياح رفح والعودة عن قبول المقترح المصري يعدان تحدياً سافراً من قبل نتنياهو لبايدن، الذي لو كان رئيساً قوياً لرد بصفعة مدوية على وجه نتنياهو، لكن تلك الصفعة بات من شبه المؤكد أنها لن تأتي من شريك في جريمة الحرب، بل من كل من يقاوم الحرب ويقف في وجهها، بمن في ذلك طلاب الجامعات الثائرون في كل مدن العالم. وستكون تلك الصفعة مزدوجة أولاً، فهي لن تقتصر على نتنياهو بل ستوجه لبايدن أيضاً، وكلاهما سيسقط بسبب تلك الحرب.
إلى مقال الكاتب جوزيف مسعد في عربي 21، ذكر فيه أن الولايات المتحدة لم تشهد هذا السقوط المدوي لحرية التعبير والحرية الأكاديمية الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية منذ عهد المكارثية في الخمسينيات والاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام في أواخر الستينيات القرن الماضي. وقد تلا ذلك الحملات القمعية في أعقاب أحداث 11 من أيلول سبتمبر والغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، ولا سيما في مجال القانون والمراقبة وبخاصة داخل الجامعات. وهنا يضيف الكاتب أنه ساد الاعتقاد لدى الليبراليين الغربيين أن هذا النوع من القمع ولا سيما في الجامعات التي أعادت إلزام نفسها في أعقاب استخدامها الأساليب القمعية في ستينيات القرن الماضي بالمثل الليبرالية لن يتكرر أبدا في جمهورية الولايات المتحدة بالمستوى الذي نشهده حاليا. في الواقع لقد انتقلت النشاطات المعارضة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة إلى عشرات الجامعات، بما في ذلك جامعة نيويورك وييل وكورنيل وهارفارد وبرينستون وجامعة إيموري وجامعة تكساس في أوستن وجامعة كاليفورنيا في بريكلي وجامعة جنوب كاليفورنيا على سبيل المثال، لا الحصر من الأمثلة التي تم فيها استخدام القمع الهائل مؤخراً أو التهديد باستخدامه. لقد تمت إدانة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا من قبل الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض ورجال الأعمال الأثرياء والمنظمات الخاصة والمديرين التنفيذيين للشركات والصحافة المحافظة والليبرالية، وكذلك من قبل مجلس أمناء الجامعة نفسها ومن رئيسة جامعة كولومبيا نعمة شفيق. يبدو أن كبار المسؤولين النيوليبراليين في الجامعات ومموليهم في القطاعين العام والخاص وحلفائهم في الحكومة يعملون تحت وهم أنهم قادرون على قمع معارضة الإبادة الجماعية بكل قوة ممكنة، وأن هذا من شأنه إنهاء المعارضة وتعزيز الدعم الثابت للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الولايات المتحدة وداخل دوائر النخبة الغربية. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. إلى صور اليوم، إذ نشرت وكالة الأناضول تقريرا مصورا عن تواصل نزوح الآلاف من الفلسطينيين من مناطق الشرقية مدينة رفح جنوبية غزة إلى المناطق الجنوبية الغربية منها، وذلك بعد تحذير جيش الاحتلال بإخلاء المنطقة تمهيدا لاجتياحها. وقد بدأ الآلاف من الفلسطينيين بالنزوح من المناطق الشرقية في رفح إلى غربي المدينة ووسطها وغربي مدينة خان يونس في الجنوب وشمالي مدينة دير البلح في الوسط. نتابع مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
بلد صغير جدا وصارت مكتظة بالسكان، اكتظاظ شديد جدا شديد جدا ونزوح شديد جدا، أجانا من رفح وأجانا من بيت حنون وأجانا من غزة. البلد هذه فيش فيها متسع ولا فيها مرافق ولا فيها أماكن لسعة الناس. هذه كان في البداية يعني ما بتستوعبش، أما الآن بعد نزوح أهل رفح فيش استوعاب بالمرة، لأنه عندك البيوت أصلاً كلها ممتلئة، البحر كله خيم، البنية التحتية طبعاً ضاربة من لأزك المجاري، المصارف، المياه. أول حاجة إحنا نزحنا من غزة على انصارات، بهدلنا في انصارات. يوم ما خشوا البريد قالوا نطلع، طلعنا رحنا عرفح وبهدلوا رفح الطيران القصر هدد ورفح. إحنا طلعنا على الدير والدير مليانة في الساعة شل عدد سكان رفح في جهاز. في ختام جولتنا الصحفية مع صدى الأقلام، تقبلوا تحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.